باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من كل قلبي أشكر محبة الله وأشكر قناة تكفيك نعمتي، فهي أول قناة لمتحدي الإعاقة في مصر والشرق الأوسط. ليتنا جميعا نتكاتف معها لتؤدي رسالتها. على الشاشة سيظهر أرقام الاتصال بها. الأصحاح 18 من إنجيل القديس متى البشير. هذا الأصحاح يحوي سؤالان. سؤال التلاميذ في التواضع من هو الأعظم؟ ثم يقدم المسيح له مثل ليشرحه، هو مثل الخروف الضال. والسؤال الثاني هو سؤال القديس بطرس في الغفران، كم مرة أغفر؟ والسيد المسيح أيضا يقدم مثل العبد الذي لا يغفر لشرح هذا السؤال. يعني سؤالين لهم مثلين. السؤال الأول، تقدم التلاميذ إلى ربنا يسوع المسيح وسألوه هذا السؤال: من هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ ولكن المعلم الأعظم أراد أن يوجههم بطريقة تربوية رائعة، فأخذ طفلا ولدا، ويقول التاريخ أنه القديس أغناطيوس الشهيد حينما كان طفلا، وأقامه في وسطهم وقال لهم: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. لاحظوا أن المعلم يوجههم اتجاه مختلف عن السؤال. السؤال من الأعظم في ملكوت السماوات، ولكن توجيه السيد المسيح إلى من يدخل ملكوت السماوات. لا ينبغي أن نبحث عن العظمة، لكن ينبغي أن نبحث كيف نتمتع بالله في السماء. ولذلك علمهم أيضا الإجابة على هذا السؤال في عبارة قصيرة، بعدما قال لهم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال، قال: فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم. فطريق العظمة الحقيقي هو الاتضاع. العظمة نصلها بأن نتضع. إذا أردت أن تكون عاليا فانزل إلى أسفل، كن متواضعا. حينما تجلس عند الأقدام يرفعك الناس على الرؤوس. هكذا علمنا السيد المسيح حينما جلس عند أقدام تلاميذه يغسل لهم أرجلهم. وفي هذه القصة أيضا يقول ربنا: من قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني. ما أروعك يا رب، وأنت الراعي الأعظم، وأنت إله السماء والأرض. تهتم بالشخص الواحد، بالفرد الواحد، قيمة النفس الإنسانية. من قبل ولدا واحدا. ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار، يعني برضو لابد أن الاهتمام يبقى إن ما أعثرش أحد هؤلاء الصغار. لاحظوا أن الصغار ليس المقصود بهم صغار السن فقط، ولكن المقصود أيضا الصغار النفسية، الصغار في المجتمع، الصغار بالمعنى المعنوي للكلمة. لابد أن نهتم بكل أحد. من عظمة القديس يوحنا الذهبي الفم أنه قال إن فكرة إن هو لا يفرح بالحشود التي تحتشد له لتسمعه في الكاتدرائية الكبرى التي كان يعظ بها، مثلما يفرح بإنسان واحد يتوب ويرجع إلى الله ويقول إن نفس واحدة تضل عن ربنا أمر محزن لديه حزنا شديدا. وهكذا الصغار يعصرون بسهولة، علشان كده لابد أن نهتم بهم. وكلمة الصغار هنا الصغار معنويا لابد، ولذلك يقول الكتاب لابد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة. وعلشان كده أيضا يقول عبارة صعبة جدا، خير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويلقى في لجة البحر. برضو تفسير صعب، تشبيه صعب. لذلك يا إخوتي فلنهتم أن لا نعثر أحدا، لنهتم بالصغار البسطاء المحتاجين، لا ينبغي أن نعثرهم في شيء، لدرجة أنه قال إن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها والقها عنك. وهنا آية صعبة، إن أعثرتك عينك اقلعها والقها عنك. خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان. والحقيقة للأسف إن هذه العبارة فهموها اتنين. القديس سمعان الخراز، ولأنه بسيط وغير متعلم وأخذ الأمور ببساطة وعدم فهم، لكنه استطاع أن يضحي بعينه من أجل وصية الله، لذلك قبلته الكنيسة واعتبرته قديسا، بل إن قداسته ظهرت في نقل جبل المقدم. أما أوروجينوس الذي خصى نفسه فاعتبر مخطئا وحكم من أجل هذه النقطة، لأن الآية لا ينبغي أن تفهم بالمعنى الحرفي للكلمة. علشان كده ما معنى إن أعثرتك عينك فاقلعها؟ اقلعها عن هذا المنظر المعصر لها، يعني حولها إلى مكان آخر. ثم إذا أعصرك إنسان والإنسان بمثابة العين بالنسبة لك مهم، برضو المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة، ينبغي أن أبتعد عن الذين يعصرونني حتى لو كانوا بمثابة اليد أو القدم أو العين في أهميتهم بالنسبة لي. ثم قدم السيد المسيح مثلا ليشرح هذه الفكرة، فقال قصة الخروف الضال. وهذا هو المثل السابع من الأمثلة 15 الموجودين في إنجيل القديس متى. يعني القديس متى كتب 15 مثل، ده المثل السابع منهم، مثل الخروف الضال. انظروا ماذا يقول الكتاب في البداية، انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. وقال المثل، بدأوا بفكرة إن الصغار، وهيختموا شوف إزاي، يقول هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم أن يهلك أحد هؤلاء الصغار. يعني قصة الخروف الضال هي قصة الصغار، وده السبب إن اعتبروا الخروف الضال. بمعنى إيه؟ بمعنى إن ضلال هذا الخروف كان بجهل، ليس مثل الابن الضال وليس مثل الدرهم المفقود. كل واحد من دول له معنى غير التاني، مش كلهم معنى واحد. فهنا قصة الخروف الضال يعني الذي يضل لأنه بعدم معرفة، بعدم فهم. وعلشان كده العثرات تأتي، ولكن ويل لمن تكون بسببه العثرة. علشان كده قال ماذا تظنون؟ إن كان لإنسان 100 خروف وضل واحد، أفلا يترك 99 على الجبال ويذهب يطلب الضال؟ نعم، الله يبحث عن الخروف الضال وإلى أن يأتي به. لذلك يا إخوتي فلنهتم بالصغار، الصغار في تعليمهم، الصغار في نفسيتهم، الصغار في مستواهم الاجتماعي، الصغار بكل المعاني ينبغي أن نكسبهم ونربحهم للملكوت. يأتي السؤال الثاني اللي هو سؤال المغفرة، والسؤال ده زي ما بيقول الكتاب إن سألوا القديس بطرس الرسول: إن أخطأ إليك أخوك. كان ربنا يسوع المسيح يتكلم عن المغفرة فقال: إن أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه بينك وبينه وحدهما. والحقيقة دي أنا عايز أمشي في النقطة دي وأربطها أيضا بسر التوبة والاعتراف، لأن سر التوبة والاعتراف مهتم بالنقطة دي. إن كان في غلط بينك وبين أخوك، إن أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه. يا ده هو اللي مخطئ، يبقى هو اللي يجي يعتذر لي؟ لا، هو مخطئ، ولكن أنا أبحث عنه وأنا أريد أن أتصالح معه وأنا أذهب إليه. إن أخطأ إليك أخوك، إن أخطأ هو اذهب أنت وعاتبه. ودي المرحلة الأولى، عاتبه بينك وبينه. ويأتي المرحلة الثانية: إن لم يسمع فخذ معك 1 أو 2 لكي تقوم كل كلمة على فم الشاهدين أو 3. وطبعا القصة دي هي قصة جماعة المؤمنين، بمعنى إن أنا جبت أنا والمخطئ و3 أشخاص اللي هم هيتوسطوا بينا، ويبقى احنا بقينا 5. يعني دي جماعة مؤمنين، يعني دي الكنيسة بمعنى جماعة المؤمنين. يبقى المرحلة الأولى إن أنا أطلب المغفرة بطريقة مباشرة بيني وبين هذا الشخص. والمرحلة الثانية جماعة المؤمنين، الكنيسة بمعنى جماعة المؤمنين. وإن لم يسمع من جماعة المؤمنين دول، إن لم يسمع منهم فقل للكنيسة. يبقى الكنيسة هنا بمعنى آخر غير جماعة المؤمنين، وطبعا بمعنى ثالث غير الكنيسة بمعنى المبنى. يعني كلمة الكنيسة لها 3 معاني: كنيسة بمعنى المبنى، كنيسة بمعنى الجماعة المؤمنين، الكنيسة بمعنى الكهنوت، الكهنة في الكنيسة. علشان كده قال: وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني أو العشار. إيه الحكاية دي؟ لأن الذي لا يسمع من أب الاعتراف فليكن كالوثني والعشار. طب أنا جبت بقى منين حكاية الأب الاعتراف دي، وجبت منين حكاية الكهنوت؟ الكهنوت هم الكنيسة، لكن شوف بقى العبارة اللي بعد كده: الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض. الكلام موجه للكنيسة ككهنة. كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. هذا هو سر التوبة والاعتراف. يبقى لابد أن نذهب إلى هؤلاء وهم، والذي يسمع من الكنيسة زي ما بيقول الكتاب: من يسمع منكم فقد سمع مني. هذه هي أحد الآيات التي تتكلم عن سر التوبة والاعتراف. والآية دي مختلفة عن الآية اللي بتقول من غفرتم لهم خطاياهم غفرت، لأن سر التوبة والاعتراف في حاجتين، في غفران للمعترف للتائب المعترف، وفي كمان الفصل بين الصحيح والخاطئ. علشان كده مرة قال من غفرتم خطاياه، ومرة قال ما تحلونه على الأرض. من غفرتم خطاياه دي غفران خطية الشخص، ما حللتموه على الأرض ده فين الصح وفين الخطأ، ده حكم قضائي. نأتي إلى المثل الثاني، هو مثل العبد الذي لا يغفر. حينئذ تقدم إليه بطرس وقال يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له، هل إلى 7 مرات؟ فربنا يسوع قال له إلى 77 مرة. وده معناه مش إن احنا نعد العدد ده، لأ، معناها إن نغفر forever، نحن نطلب مغفرة الله forever، وعلشان كده نغفر مغفرة ربنا على طول بصفة دائمة. علشان كده اغفروا يغفر لكم. المثل بقى اللي قالوا يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا، هذا هو المسيح له المجد. أراد أن يحاسب عبيده، فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه 1 مديون 10,000 وزنة. إيه الإنسان ده اللي عليه دين 10,000 وزنة؟ الأرقام في الإنجيل أو في العهد الجديد أو في الكتاب المقدس عموما لها معاني رمزية. 10,000 وزنة، 10 هي الوصايا ال10، والآلاف ده عدد الكمال اللي هو عدد كبير لا نهائي. وعلشان كده كأنها كسر الوصية اللي هي بقى 10 وصايا، لما تكسر الوصية دي وتأخذ جزاء لا نهائي يمثله 1000. وعلشان كده 10,000 يمثلوا حينما تكسر الوصايا 10 فتأخذ جزاء لا نهائيا. وده اللي حصل، إن الإنسانية عملت كده مع ربنا، كسرنا الوصايا واحتجنا إلى ربنا يسوع المسيح يغفر لنا الخطايا اللانهائية التي أخطأناها. وإذ لم يكن له ما يوفي، أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفي الدين. وبرضه محدش قدر يوفي الدين، لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس آباء ولا نبي ائتمنته على خلاصنا، محدش يقدر يوفي الدين. وجاء ربنا يسوع المسيح وأوفى الدين بنفسه. ثم ماذا حدث؟ هذا العبد كان له دين عند عبد آخر أخوه، فقال له إيه؟ والدين كان 100 دينار مش 10,000، دين محدود. جاله العبد رفيقه وسأله إني أنا مش قادر أوفيك، أنا تعبان، وحاول إن هو يمهله، امهلني حتى أوفيك، ولكنه لم يقبل أن يسامحه، بل أراد أن يقدمه إلى القضاء وإلى السجن. فالعبيد اللي هم الزملاء راحوا قالوا للسيد، وهنا دعاه سيده وقال لهذا العبد الشرير أفما كان ينبغي أنك أنت ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ نعم يا إخوتي، إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. في الحقيقة أن المغفرة، مغفرتنا للآخرين، هي طريق مغفرة الله لنا. اغفروا يغفر لكم.